بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. الطاعة والتواضع هما ضمانة كل الفضائل، وهما الشرط الأول لاقتناء أي فضيلة. يعني من لا يعرف أن يتواضع لا يعرف أن يحب، ومن لا يعرف أن يطيع لا يعرف أن يستفيد. الطاعة ترفع هم المسؤولية عن كاهلنا، تعفينا من المسؤولية، من كب مسؤوليتنا عن الأمور على المرجعية الروحية. وبالتالي الطاعة هي الفضيلة الممقوتة في العالم المعاصر القائم على العجب بالذات، على النرجسية عبادة الذات، وعلى خصوصية حياة الذات. يعني ليش اللي بيتزوجوا بالعالم اليوم أغلبهم عم يفشلوا؟ لأنه عم يدخلوا إلى حياة الشركة الزوجية مثقلين بخصوصيتهم، بعجبهم بنفسهم وبعبادتهم لذاتهم. فما بيمرق فترة التهاني حتى بيكونوا بلشوا يصطدموا ببعضهم هالاصطدام الرهيب يلي أحيانا بينفر الواحد من التاني. الطاعة دائما تستمد من طاعة يسوع المسيح لأبيه الآب، أطاع حتى الموت. عندما نقول يسوع أطاع حتى الموت، يعني في حدا يسوع عاش الطاعة أمامه ولأجله وحبا به. كان يطيع الآب بكل شيء لدرجة صغار العقول، وعندما يقرؤون الكتاب المقدس بيقولوا شو هيدا يسوع، هيدا منه الله، هيدا واحد ما بيعرف إلا يطيع، متزلف. بس يسوع عندما كان يصلي إلى الآب ما كان صلاته علاقة شخص دون بشخص متفوق، صلاته هي كانت وقفة شركة إذا بدنا بين الآب والابن والروح القدس. ولكن هو في تدبير خلاص الإنسان أطاع، لأنه هو بالوقت نفسه أداة تحقيق الخلاص، وهو بالوقت نفسه أيضا الشخص يلي بده يعبر عن محبته العظيمة والهائلة لله الآب. لهذا السبب الآب عبر يلي هو الله غير المنظور، عبر في العهد الجديد فقال هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. ما في مرة عبر الآب عن سرور إلا وقت كان ينظر إلى المسيح، لأنه يسوع دخل في درجة من إخلاء الذات وهو المساوي للآب، درجة عجيبة لا توصف، لدرجة أن انسحاق الابن، إخلاء الابن صار دون كل نجاسة البشر، وبالتالي رفعنا من الأسفل، من أسفل الأسافل كي ينقلنا إلى الله أبيه. الطاعة متعبة في البداية، سيما عندما يأتي الإنسان مزودا بروح العالم، سواء كان كاهن أو كان راهب. وأنا بذهني الفريقين مع بعضهم. يعني إذا كان واحد جاي من العالم وهو شبعان مجد وشبعان اعتداد بالنفس، بده يحضر حاله للتجارب وللأوجاع كي يمسك بالطاعة من أعماقها. بس الشيء اللي بتشفع فينا وبيسهل علينا محبة الطاعة، الحقيقة هو شيء واحد، نحن كبشر بالجسد هو شيء واحد ما في إله اثنين. أولا محبتنا ليسوع المسيح يلي دائما لازم تترجم بالعلاقة مع الآخرين. دائما لا يمكن أن أحب الرب إلا إذا ترجمت هالمحبة للرب بعلاقة حلوة مع الآخرين. بهالمعنى ما في راهب على الإطلاق ممكن أن ينجح في رهبنته على الإطلاق إلا إذا جعل الراهب أخاه أو جعلت الراهبة أختها مرآة لها.
أنا ما بتطلع على الراهب اللي عايش معه تنزل فيه كل النهار تكل يوم ذكره بشغلات غلط عملها. أنا بتطلع فيه لأنه هو مرايتي، أنا بدونه لا أستطيع أن أرى نفسي. وبهالمعنى هذا منه غريب بالأديار الأرثوذكسية أن تكون الأديار خالية من المرايا. يعني واحد ما معه حتى لحظة يتطلع على المراية يزبط شعراته، هيدي منا شغلته، منا هدفه. عندما يأتي إلى الدير ما بيعود عنده موضوع شعره، موضوع شكله، موضوع لبسه، وهيدا بيعفي أحيانا من متاعب نفسية. يعني بالعالم قديش في ناس حزانة، أنا بعرف كتير بنات عايشين بالعالم عايشين المرارة، لأنه وقت بيقارنوا حالهم مع بنات بيعتبروهم أكثر جمالا، دائما هن بيعتبروا حالهم بؤساء، ودائما هن بوضع لا يمكن أن يتقدموا روحيا. بينما أن يكون الإنسان مثل ما الله خلقه تماما، طويل ولا قصير، ناصح ولا ضعيف، أن يكون أخوه الراهب والشركة التي يعيش فيها هي مرايته. وقد بتكون الشركة هي مرآة هذا الراهب، متاعبه وبتذكر دائما هذا. طبعا هذا مكلف، هذا منه مجرد حكي، منه حكي سهل، لأنه الإنسان تيكون يعيش مع الآخرين وهن يكونوا مرايته، هيدا بده يكون عنده يقظة، لأنه إبليس بيجرب بضراوة وبيجيب التجربة نازلة بمحلها. أحيانا بيقنع الواحد إنه أنك أنت بدك تعتبر فلان مرايتك، هيدا ما بيستاهل حتى يلمع لك صباطك، وبيعطيها بطريقة بيشعر معه أنه ما عاد عنده رغبة أبدا أنه يجعل أخاه مرآة له. إذن الطاعة سهلة إذا كنا نحن فعلا نتابع شخص الرب يسوع، وعن هذا اليقين أننا أتينا إلى الدير كي نحب الإخوة، كي نخدم الإخوة، كي ننسحق أمام الإخوة، وكي نتقدس بالإخوة. هذه الطاعة كما قلت مكلفة، مكلفة لأنه وقت الإنسان بيكون جاي من العالم حتما إبليس يتصدى له فيجعل الطاعة رزيلة لا فضيلة، عبئا لا نورا، يجعل هذه الطاعة مرارة لا حلاوة وعزوبة، خاصة بيكون غرقان بالعالم. بهالسبب يلي بده يجي على الدير بده يحضر حاله تيضل يقدر مثل الحية كل سنة تقبع جلد القديم وقت بدها تلبس الجديد. وهيدا بيبلغ حدود متقدمة، لأنه الطاعة منا سهلة، تتزين بالاعتراف، تتزين بكشف القلب. ومثل ما بذكروا الآباء القديسين، ضمانة السير في الطاعة هي الدخول في عمق التواضع. شو هو عمق التواضع؟ وشو هو التواضع؟ بيقول الأستاذ جورج مانزاريديس في كلمة بديعة جدا له عن التواضع، بيقول: البناء مؤلف من حجر، الحجر كل الحجر هو كل الفضائل، ولكن التواضع هو المادة اللاصقة بين حجر وحجر. يعني وحدة البيت ومتانة البيت لا تقوم إلا بالتواضع. كمان هذا التواضع نتعلمه فقط من ربنا يسوع المسيح. وينسحق الإنسان، وبعطيه بأسلوب عملي، قد يكون بين أحد الرهبان واحد أكثر علما، واحد أكثر طلاقة، واحد أكثر إشراقا، واحد أكبر حضورا، عنده حضور بس يكون قاعد بين الناس. في كتير قديسين بالعالم كان عندهم حضور اجتماعي رهيب، وطبعا هذا بيكون سبب لتجارب، لأنه إبليس يتربص بكل شيء فينا
كل شيء حلو يتربص به كي يحوله إلى رذيلة. التواضع يأتي به الإنسان عندما يتعلم هذا الانسحاق العجيب الذي عرفه يسوع المسيح. ولكن بالوقت نفسه هو لأنه يسير في عملية الجهاد وبيعرف حاله مرات ينكسر، مرات نص بينجح، مرات ربع بينجح، مرات بسبب هزيمته في التجارب تضعف حرارة صلاته. هيدا بيعني أنه دائما يتمسك بهذا التواضع، فإذا كان عنده حضور لا يظهر الحضور، إذا كان عنده علم لا يظهر العلم، إذا كان عنده أي شيء يجعله مميزا على راهب آخر لا يظهر هذا الشيء. ليش لا يظهر هذا الشيء؟ لأنه الإنسان عندما يراقب نفسه بعد مسيرة طويلة مع التجارب، بعد مسيرة طويلة مع الحياة الروحية، يبلغ إلى اليقين أنه هو عندما يتقدم لا يتقدم بفضله، الله هو الذي يجمل له سبل التقدم، الله هو الذي يعبد له الطريق، الله هو الذي يمسك يده ويرفعه إلى العلاء. علاقة الاتضاع بالطاعة علاقة عجيبة. طاعة لا تنجح إلا إذا كان تواضعنا ناجحا. من ينجح في الانكسار ينجح في الطاعة. لهذا السبب القديس يوحنا السلمي بيقول إبليس لا يقوى على الذين يطيعون آبائهم الروحيين، لا يقوى، لا يستطيع. وبالطبع إبليس في كل تجربة سوف ينهزم أمام الراهب الذي يتمسك بكل جوارحه بالتواضع. التواضع هو حقيقتنا، نحن نسلع إليه لأننا فعلا نريد أن نحافظ على إنسانية هشة. نحن إناء مكسور، حتى لو كان الإنسان متعلم هو إناء مكسور، لأن الإنسان بريد دائما ينحب. ما في إنسان ما بيفرح إذا حدا عبر عن محبته له، ولكن كي يحبنا الرب يجب أن نتضع أمام الرب. نحن لا شيء كما قال داود، أنا دودة، من يقول أنه دودة لنفسه أولا الرب سيعطيه أن فعلا يستخدم مواهبه لخدمة الروح ولخدمة مجد المسيح. الطاعة هي التي تجعل اعتراف الراهب يوما بعد يوم اعترافا أعمق، لأن الذين يتوصلون إلى مرحلة كشف النفس أمام الأب الروحي هم أناس يضارعون الملائكة، وعندهم من الطاقات والمكافآت ما لا يعرفه أي إنسان في هذه الدنيا إذا كان يعيش بأمجاد الأرض. الطاعة والتواضع نتعلمها في الشركة، وفي هذه الشركة نتتلمذ أيضا على محبة بعضنا وخدمة بعضنا بعضا أيضا. أختم بهذه القصة القصيرة. راهبة كانت دائما تساعد راهبة ثانية في الخدمة، وذات يوم هذه الراهبة عن على بالها تترك الدير، فطلب من هذه الراهبة انه شو بدنا نعمل، وين هذيك الاخت، وين راحت، كلهم عرفوا انه تركت. فارتضت هذه الراهبة ان تقوم بالمهمة المطلوبة منها، وان ايضا بالدور الذي كان لتلك الراهبة، وكانت كل يوم تصلي من أجلها. لم تمضي إلا 3 أيام حتى عادت من جحيم العالم. عندما سئلت ليش رجعتي، قالت لهم شعرت أن هناك أيدي متلهفة لاستقبالي وقلوب مستعدة جدا لاحتضاني. كل هذا لأن الراهب يجعل الراهب الآخر مرآة له. أما الذي يجعل الآخر فرصة للحكي وللدينونة ولنبش الخطايا والعيوب والاستكبار وإلى ما هنالك، فلا يقطف شيئا ولا يتقدم روحيا.
من يعرف الطاعة يتشبه بالمسيح، ومن يعرف التواضع تعلم مني فإني وديع ومتواضع القلب، يكون فعلا في قامة يسوع المسيح، له المجد إلى الأبد. أمين.